هي ثالث عملية تصدير للإسمنت من نوعها بالجزائر. المصدر مجمع الهامل سيدي موسى بشرق أدرار. الوجهة النيجر. الكمية 2000 طن من الإسمنت كأول عملية تصدير برية في إطار تشجيع الاستثمار بالجنوب والدفع بعجلة التنمية المحلية. كمية الشاحنات هي 200 شاحنة في الشهر، يعني 50 شاحنة في الأسبوع. حمولة؟ يعني 2000 طن في الأسبوع. والعقد يدوم 3 سنوات إن شاء الله، وعندنا أفاق مستقبلية إن شاء الله من أجل إبرام عقود أخرى مع عدة دول مجاورة مثل أظن مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو إن شاء الله. تنقل الكمية المصدرة نحو النيجر عبر دفعات تقدر 8000 طن شهرياً، وبتحفيز من قطاع التجارة لدعم المنتوج الوطني الذي أصبح مطلوباً في السوق الخارجية. هذا يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لوزارة التجارة المتمثلة في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتنمية الصادرات خارج قطاع المحروقات. العملية من شأنها ترقية التجارة الخارجية بين بلدان الساحل الإفريقي والجزائر، التي تطمح إلى رفع صادراتها من الإسمنت إلى 500 مليار دولار في غضون 5 سنوات القادمة.